أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. على المباشر، الأمن الوطني يتمكن من حجز 27 طن و 38 كيلوغرام من مخدر الكوكايين و 101,123 قرص طبي مخدر خلال الفترة الممتدة من شهر غشت إلى غاية 23 أكتوبر الجاري. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، وهذا نص البلاغ الصادر عن مصالح المديرية العامة أو الإدارة العامة للأمن الوطني، وجاء فيها: أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من خلال شهر غشت إلى غاية 23 أكتوبر الجاري عن حجز 27 طنا و 38 كيلوغرام من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و 423 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة عن 101,023 قرص طبي مخدر. وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات خلال نفس الفترة ما مجموعه 43,792 شخصا، من بينهم 2,567 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية المكثفة جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيد الجهوي والمحلي، مدعومة ميدانيا بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وستتواصل هذه العمليات الأمنية المشتركة في مجموع المدن المغربية بما في ذلك تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بالكلاب المدربة للشرطة وبالأجهزة التقنية اللازمة في المعابر الحدودية، وذلك بغرض تفكيك مختلف الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا زجر كل المحاولات التهريب الدولي لجميع أنواع المخدرات. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، كما تابعتم معنا وعلى المباشر، كان هذا نص البلاغ الوارد عن مصالح الأمن الإدارة العامة للأمن الوطني، واللي صراحة برافو برافو لرجال الأمن وكذلك لكل مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. الشكر موصول لكل عناصرها ولكل رجال الأمن الوطني ونساء الأمن الوطني، المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها من أجل حماية أمن هذا الوطن واستقراره، وكذلك اجتثاث كل منابع المخدرات والمؤثرات العقلية لما لها من خطر على صحة شبابنا ولا صحة المجتمع ككل على المدى المتوسط ولا على المدى البعيد. مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، وكذلك المدى القريب من خلال الجرائم اللي كتوقع واللي كتخلق فواجع ومصائب داخل الأسر والمجتمع عامة. فالشكر كل الشكر لهاد الناس على التضحيات الجسيمة اللي كيقوموا بها، كذلك العمل الكبير اللي قاموا به خلال الفاجعة اللي ألمت بالمجتمع المغربي وبالمغرب عامة، زلزال الحوز واللي عاينا وحضرنا وشفنا العمل القيم اللي قاموا به هاد الناس، لا من خلال العمل الميداني رفقة فرق الإنقاذ، وكذلك العمل اللي كان من خلال المخبزات اللي متوفرها، وكذلك الوحدات المتنقلة للإدارية اللي وجدت للناس البطائق الإلكترونية في أسرع وقت. يعني مجموعة من الأعمال ودلوا بالدلو ديالهم، كذلك من خلال المساهمة في صندوق الإدارة العامة اللي دلات يعني اللي منحت كذلك
لصندوق دعم الزلزال. فهذا عمل كامل كيدل على اننا كنتعامل امامنا الان مؤسسه وطنيه 100% وتضحي بالغالي وبالنفيس من خلال عناصرها ورجالها من اجل حمايه امن واستقرار المواطن وكذلك حمايه الممتلكات. مره اخرى بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذا البث المباشر، نعيد قراءه هذا البلاغ والذي هو عباره عن يعني جرد لمجموعه من العمليات اللي قامت بها او حصيله لعمل اللي انطلق منذ الثالث يعني منذ شهر غشت الماضي الى غايه 23 من هذا الشهر الجاري. مشاهدينا نعيد قراءه الخبر مره اخرى. اسفرت عمليات مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه التي باشرتها مصالح الامن الوطني بتنسيق مع المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني خلال الفتره الممتده من شهر غشت إلى غاية 23 أكتوبر الجاري عن حجز 27 طنا و 38 كيلوغرام من مخدر الحشيش ومشتقاته وطن و 423 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، علاوة على 123 قرص طبي مخدر. وقد بلغ عدد أشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات خلال نفس الفترة ما مجموعه 43,792 شخصا، من بينهم 2,567 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية المكثفة جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيد الجهوي والمحلي، مدعومة ميدانيا بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وستتواصل هذه العمليات الأمنية المشتركة في مجموعة المدن المغربية بما في ذلك تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بالكلاب المدربة للشرطة وبالأجهزة التقنية اللازمة في المعابر الحدودية، وذلك بغرض تكشيف مختلف الشبكات تفكيك مختلف الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا زجر كل محاولات التهريب الدولي لجميع أنواع المخدرات. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، وكما جاء في نص البلاغ فكميات هائلة اللي تم حجزها واللي تم يعني توقيفها، وكنظن انه مشاهدينا كنتكلموا على حجز 27 طن و 38 كيلوغرام من مخدر الحشيش ومشتقاته، وكذلك طن و 423 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، علاوة على 100,000 قرص و 123 قرص طبي مخدر، يعني بانواعها بديك الانواع اللي كنعرفوها واللي كتخلق مشاكل. وكنعرفوا لو ان هذه السلع دخلات الاسواق ودخلات المروجين والتجار الصغار واللي كيروجوها ما بين شبابنا وما بين المدمنين وما بين كذلك الان، والخطير مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ان هذا الشيء ولا كيوصل برغم المجهودات اللي كتقوم بها المصالح الامنيه بدا كيوصل للجنبات المدارسنا والمجنبات الثانويات، واللي ذاك يعني ولا سهل انه يوصل للمراهقين والتلاميذ. وهنا كنتمناو انه الكل مسؤول على حمايه الابناء ديالو، الكل مسؤول على الامن ديالنا، لانه المسؤوليه يعني العمل الكبير كيدار الحمد لله، وكاين عمل اللي كيدار بالاليات القانونيه وبالاليات اللوجستيه والتكنولوجيا اللي كتعمل بها مصالح الاداره العامه للامن الوطني. ولكن الان المجتمع كذلك كاباء كامهات الكل عليه تحمل المسؤوليه في هذا الباب من خلال انه التعاون والتنسيق مع المصالح الامنيه والتبليغ عن هاد التجار، لانهم لا ما ضروكش اليوم انت، غدا غيضروا وليداتك، غيضروا ولاد خوك، غيضروا عائلتك، غيضروا المجتمع في الاخير. وفي الاخير نوقفوا هاد لانه السكوت عن هاد بعض الاشياء صراحه اللي باقي يعني بعض في بعض الاحيان في بعض الاحياء
طبعا كتلقى انه باقي الناس يعني يعني كتستر على مجموعه ديال السلوكات ومجموعه ديال الافعال، واللي كنتمناوها انه هذا الشيء ما بقاش خاصو يكون، لانه في الاول وفي الاخير راه كيضر وليداتنا وكيضر المجتمع، لانه حتى هذوك الشباب اللي كيمشيو كيلقاو راسهم انهم وسط الادمان ووسط هاد المهلوسات، فراه في الاخير ما كتكونش يعني راه كيخسر راسو وكيخسر مجتمعه وكيخسر والديه. وشفنا جرائم اللي خطيره وبشعه اللي شفناها بسببها المخدرات والمؤثرات العقليه. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الناس اللي عاد التحقوا بنا مره اخرى نعيد قراءه هذا البلاغ الصادر عن مصالح الاداره العامه للامن الوطني. اسفرت عمليات مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه التي باشرتها مصالح الامن الوطني بتنسيق مع المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني خلال الفتره الممتده من شهر غش الى غايه 23 أكتوبر الجاري، عن حجز 27 طنا و 38 كيلوغرام من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و 223 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، علاوة على 123 قرص طبي مخدر. وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات خلال نفس الفترة ما مجموعه 23792 شخصا، من بينهم 2567 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد شاركت في هذه العمليات الأمنية المكثفة جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيد الجهوي والمحلي، مدعومة ميدانيا بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وستتواصل هذه العمليات الأمنية المشتركة في مجموعة المدن المغربية، بما في ذلك تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بالكلاب المدربة للشرطة وبالأجهزة التقنية اللازمة في المعابر الحدودية، وذلك بغرض تفكيك مختلف الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا زجر كل محاولات التهريب الدولي لجميع أنواع المخدرات. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، برافو رجال الأمن الوطني، برافو رجال الحموشي، برافو عبد اللطيف الحموشي على العمل الكبير اللي دار على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، وكذلك مختلف المصالح للعمل فعالية كبيرة ومؤسسة وطنية تمثل هذا الوطن العزيز والغالي. شكرا لكل رجال ونساء الأمن الوطني على مجهوداتكم وعلى تضحياتكم في سبيل أمن وأمان هذا الوطن وكل مواطن مغربي. شكرا لكم. كان معكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي في نهاية هذا البث، مبعوث قناة شوف تيفي منير معطاوي.